فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مد الرجلين باتجاه القرآن في الحاملات القريبة هل فيه عدم تعظيم لكتاب الله؟ إذا كان قريبا منك فلا تمد رجليك إليه، إلا إذا كان المصحف مرتفعا تكون رجليك تحته، أما إذا كانت مسامتة له وهو قريب فلا يجوز هذا، أما إذا كنت بعيدا عن المصحف فلا مانع تمد رجليك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.